اهلا وسهلا بيك، كلش سعيده بالتعرف عليك. يا ريت بالبدايه اعرف حياتك شلون بدات، شنو درستي وشنو تخصصتي؟ بداية حياتي أني كنت رافضة فكرة الزواج حتى أكمل دراستي، وهذا الشيء كل أخواتي يعني وإخواني ربوا عليه. إحنا من عائلة تحب الدراسة، وأمي تعبت علينا وأبوي هم تعب علينا، فكل أخواني وأخواتي كملوا دراسة، بس اللي تزوج منهم خلال فترة الجامعة، واللي بتعرفين ظروف يعني أوضاعنا المادية، فأخواني يشتغلون وبنفس الوقت هماتين يعني يدرسون، فقدروا أن يزوجون. وأخواتي اللي جتها قسمتها إجت، أنا بقيت وثلاث أخوات عندي. أنا معلمة، يعني تعرفين معلمة ما أطلع، وهو من البيت للمدرسة من المدرسة للبيت، لا أشوف أحد لا أختلط. فهذا الشيء يمكن حسيته أخر زواجي، بس ما كنت أفكر به، يعني تجيني قسمة تجيني شيء، بس ما كانت بالشيء اللي ببالي أو بها أشياء ما تعجبني، وأنا من حقي أرفض. وبقت سنوات يعني أرفض هذا الموضوع. أخواتي همتين اللي وياي نفس الشيء. بعدين يعني الله فتح علينا، واحدة من أخواتي تزوجت، فمن تزوجت يعني حسينا إنه شون تعرفين بداية أفراك أو هيجي شيء، فعن طريقهم أهلها يعني عيال أختي رادوني لأقاربهم، بس هو كان كبير بالعمر. أنا يعني هاي تقريبا كان عمري 35 سنة، فقالوا انت عمرك مناسب وانت كبرتي. احنا اهلي ما محسسين بانه احنا العمر يعني انه انت راح كبرتي وانت هاي، لا عندنا عادي، والقسمة تجي بأي وقت ما لها علاقة العمر. فمن هذا الشيء يعني ابويا وامي قالوا لا شنو هذا حكيهم، وليش احنا ننطيش الواحد رجال كبير، ننتظر والله كريم. هاي الفترة يعني ابويا وامي شوية مرضى، وهذه اني بتعرفين عندنا عطلة الصيفية، فاني اعتني بيهم واداريهم، وعندي اخواتي ذول الاثنين، بعدين هي مكملت بعد دراسة وتخرجت، وهماتي ننتظر انه تلقى لها وظيفة، بس للأسف ماكو وظيفة يعني. فقررنا انه نشتغل، فبالعطلة الصيفية انا هماتي اساعدهم نسوي هاي كوشات الاعراس والمهر. ظلينا بالبداية دخلنا دورات نتعلمها، طبعا عند وحدة تشتغل وبعدين احنا تعلمنا، فيعني ظليت انا وياها نتعلم وهيج شي. فظلينا سوينا لنا بيج ومشت امورنا يعني، وهي ماتين انتهت بهذا الموضوع. رجعت انا الدوام، طبعا استمرينا على هذا الحال سنتين. يعني السنه الاخيره كان الصف ماتي يعني وحده من الطالبات امها دائما تتردد عليها، دائما تزورها، بس هي كلش حبابه وطيبه وتسلم عليها دائما، فأنا شلون اللي يعني أحبها وأسلم عليها دائما. ف يعني تسولف وياي تاخذ رأيي، تسألني بنتها، يعني دائما تسألني على بنتها، على مستواها، على أخلاقها، وأنا ما أقصر وياها دائما أساعدها. فهاي السنة كاملة أني يعني دائما تتردد هاي الأمية وعادي الأمور طبيعية. هذه السنة أني ما حد يتقدم للصراحة، عكس بقية السنوات يعني مرات واحد خاصة نحن البنات ما متزوجات تشوفين هذا الموضوع مرات يسلينا، أو نحب نسولف أو نقول لها منو إجاك والمواصفات، وممكن واحدة تقنع الثانية. أنا ماكو سكتة هذا السنة، حتى يستغربوا المعلمات اللي وياي انه مش عجب هاي السنه ماكو. قلت لهم هاي السنه صحراء قاحله، واخذها بموضوع مضحك وعادي الموضوع. بدينا السنه الدراسيه الجديده، طبعا احكي كان هاي قبل كورونا، يعني كنا نداوم. هاي اجت امها البنيه وسلمت علي، وهاي قالت انا عندي موضوع وياك،
قلت لها قولي، قالت بالوقت المناسب هسه اشوفك انت يعني ملتهيه وهذه اجيك غير يوم. قلت لها عادي اذا تجين نحكي خارج المدرسه احسك يعني في موضوع خاص. قالت اي والله يا ريت تعطيني رقمك. انطيتها رقمي. طبعا عندي سنه ما مطيه، ما عندي تواصل يعني ويا اولياء الامور، احنا صارت التواصل بعد كورونا، فظلينا نسوي جروبات وهيك شيء صار اكثر. قبلها لا ماكو هيك شيء، ممكن يتواصلون ويا الاداره اذا اكو شيء. فانطيتها رقمي واني شلون كنت متردده، يعني اول مره هيك اسوي شيء، بس اني ما اضم شيء على اختي وامي اقول لهم. ف يعني استغربوا وقالوا ليش، وقلت لهم انا سنه كامله اعرفها لامي فما اعتقد راح تضرني. ظلت تحكي وياي يعني تسالني اسئله هوايه عن اهلك وعن انت راتبك وين تصرفيه وهاي، بس تحكيها بضحك. قلت لها انا اصرف على نفسي وعلى اهلي والحمد لله والشكر، يعني ما عندي محتاج من احد. وهيك ظلينا نسولف، بس هي ما تحكي بالموضوع شنو. وأني بعدين ظلت ما أجاوبها، فجتني المدرسة قالت أنا أعرف بيش حافظتي أو حسيتي إنه أنا جاهيتي أضحك وسولف، لا أنا صرية دي موضوع بس متى أريد تعرف عليك معلومات أكثر. يعني شو تعرفين يعني معلومات أكثر ليش عدي يعني راح تخطبيني؟ فهي ضحكت قالت بالضبط أنا راح أخطبك. المن شنو الموضوع؟ قالت عندي واحد من إخواني يعني هو سبق وصار عنده زواج وانفصل وجاي ندور له على بنت الحلال، وانتي صار السنة كاملة أني أشوفك وما شاء الله أخلاقك وشكلك وانتي معلمة يعني مستقرة ماديا. من قلت ليك الموضوع أنا ما أخذت ليته ببالي، بس شون اللي انتبهت عليه مستقرة مادية؟ قلت يعني ليش تفكر بأنه أنا مستقرة؟ ليش هو ما مستقر مثلا؟ بس ما سألت ولا حكيت، استحيت من يمها. فقالت راح يعني شون نجيكم، شون نجيكم لو يعني شنو شون تشوفينه؟ قلت لها بكيفك الوقت اللي انت تحددوه وانا اسال اهلي. فامي قالت لا لا يجون للبيت ولا ابد، شوفي انت وروحي خذي اختك وياك وهي الامايه وشوف يعني مكان يعني عادي شكوا بيها شنو ايش راح يصير مكان عام وشوفي. فرحت شفت الرجال يعني هو اكبر مني، يعني 38 سنة يعني هو بالأربعينات. أنا أول ما سألت شنو سبب الطلاق قال والله أنا كان يعني اللي يعني أحصله من المحل هو عنده محل إنه ما يكفيني يعني، وهي عندها هواي طلبات، بس أنت تختلفين أنت يعني شلون اللي شخص ما محتاج أحد. هذا الشيء يفيدني هاي أولا أنا فكرت بيه، وشيء يجي ثاني يعني انت اكيد او ما تفكر بي انه اخلاقك وهاي الامور. انا هذا الشيء بقى ببالي وسكتت، بس هو يعني كظاهر شكله ومرتب واخلاق وصراحة يعني شلون عجبت بي، بس هذا الموضوع ما حكيت الأهل ولا حكيت لأمي. أختي تدري، أختي ما قبلت، قالت يعني شنو أنتي مكيفة نفسك؟ والله أنتي مثلا في اليوم ردتي من يمه شنو ما راح يطيج؟ لا مستحيل أكيد راح يطيني. فقلت لها ما لك علاقة، أنا أعرف أدبر أموري. المهم صارت خطوبة واستعجال يعني صار الزواج، شلون هو اللي مجهز أموره، صار لفترة من منفصل هواي يعني يعني قادر انه يشتري الغرفة والذهب وكل شيء. فاحنا ما خلينا، هي خمسة بخمسة. هو همين لازم من يجي يلقى المرة كل هالتنازل عدها اكيد راح يتقدم لها بسهولة، لان ماكو معوقات عنده بالطريق، من خلت المعوقات اكيد راح ينهزم. شوفي هواي ترى يتقدمون على الزواج وتوصل للخطوبة ومن يبدون يقعدون الاهل البنية واهل الولد ويبدون يشرطون عليه اريد كذا كذا كذا، شوفيها ورا يوم ان تخربطت الخطوبه وانتهى كل شيء. اي بس اذا ماكو شروط وماكو معقلات بالموضوع راح تمشي المركب ويعيشون سعيدين. يعني مو شروط، تفاهم. تفاهم
تفاهم غير الشرط، الشرط لأن يعني شرط جزائي أو التزام على الشخص، التفاهم بين الرجل والمرأة. ويعني مثلا شلون نقول مثلا أنا علي الإيجار، أنت عليك المصرف البيت، أو الطبيب عليك أو تربية، يعني بالتفاهم أي مشروع أو أي حالة بالتفاهم تحل. أما بالشعور بالنقص وهي حالة نفسية، هي فكرة الحالة اللي عندنا أنه معلمة ومدرسة وهو دا يستفاد من عدها، وقعت بهذا الخطأ. العامل النفسي عدها تحفز أنه هو معتمد عليه، ما يعتمد عليه هو زوجك، ليش ما يعني هساني زوجتي تعتمد عليه، ما بي أيضا. إيه 50 مليون هنا تتناقش وياه وتتفاهم، انطيني الجدوى مالتها، شنو الغاية من عدها، أنا ما أقدر تمتنع، ما أقدر أخذ سلفة، أنا ما بقصر وياك. أكو أسلوب، الأسلوب هو الطريق الناجح لأي عمل. أس أنت من تتنقلين بالسيارات كان أسلوبك مع ساق الأجرة جيد، يقوم لك بالواجب. الأسلوب هو اللي يوقع به الأخطاء، عدم هو شو عدم فهم ده يصير، احنا قلت عدم تحمل المسؤولية، انت هنا عدم فهم والأسلوب خاطئ المستخدم يؤدي إلى الطلاق، إلى نظرة المجتمع، كل هذا هو السبب. فصارت الزواج ويعني بدت كورونا بوقتها، فصار عندنا دوامنا احنا شلون الالكتروني، وهاي هماتين انا اشتريت حاسبه مكان عندي، فظليت يعني اتواصل وجروبات وهيك شيء، وهو يعني شغله قليل مو مثل قبل، فاعتمد على اللي يجيني بالماستر راتبي كل شهر. يعني أول شيء يقول لي جراتبك رأسا يروح يجيب لي، يعني يقول عادي زوجي شكو بيها، أول شيء يأخذ 100,000، أسبوع الثاني 100,000، وهكذا بحيث من أروح لأهلي، أنا من شنت أروح أو من شنت استلمعتهم، أول شيء أنه أسوق وأشتري، وهاي هو متحودين على هذا الشيء، بس أبد والله ما طلبوا مني أهلي، بس استغربوا حالي ووضعي، نفس ملابس العرس، ماكو شيء جديد، ما تريدين تشترين أشياء، حتى لو إحنا بوضعنا هسه ما نقدر نطلع، بس أنت ليش هيك متغيرة؟ أسكت ما أحكي. سبب حالات الطلاق وما يجري بالمجتمع هو عدم تحمل مسؤولية الرجل. يقول قبل مثلا يتزوج ما يطلق، لأن هو إعداده، المرة تسأل على الولد ما تسأل على أهله منين عشيرتهم، لا تقول من كان بالإعدادية، من كان يروح، من الآن اشتغل بمعمل، يتحمل مسؤولية. إذا كان يتحمل مسؤولية ما تحدث حال الطلاق، مسؤول عن كلامه، لا المادة ولا الاعتبارات الأخرى. بسبب عدم شعور المسؤولية، بنتي قبل كان يعني يقعد من 5 الصبح، الآن يقعد من 12، حتى جسمه ولياقته ما مؤهل للزواج، يعني أكو أنزيمات تفرز بالليل، فهذا شلون يتزوج ويتحمل مسؤولية إذا هو بالدعش قاعد. بالنسبة إلى بعض يعني الحالات تجي إنه يأخذ أو يتزوج بسبب المادة، مثلاً أبوه زنقين أو عدها راتب أو عدها كذا، أيضاً هي الزواج مشروع كبير، مشروع أبدي، فيجب أن يدرس. إحنا بالهندسة علمونا إدارة مشاريع، ندرس المشروع هل يحقق مكاسب أو لا، وما هي مساوئ أو ما هي محاسنه. إحنا يتزوج بسرعة وينفصل بسرعة بسبب عدم دراسة الموضوع، أولاً عائلة الشخص، تربية الشخص، تحمل المسؤولية، قدرته على إدارة الأعمال البيتية، قدرته، ما نسأل على ذني، نسأل هو من فلان عائلة وأبو خوش إنسان، فلهذا تحدث الأخطاء. هالسيدة اللي هي الحالة من وصلت إلى عمر 30 وهي مدرسة، لا تتصورين بالعمر من كانت بالكلية ومن بدأت تعينت وتداوم وبدأت تختلط بالعوائل وأهالي الطلاب، ما تقدم لها أحد، يعني على الأقل يتقدم لها ابن الجيران، بس هي من خلت من البداية، هي ما حكت بداية حياتها، من خلت بالبداية معرقلات، تأخرت بالزواج. من بدأت تأخرت بالزواج بدأت التنازل، من بدأت التنازل هنا صارت المشكلة، لأن هنا صار طمع بالموضوع، طمع براتبها، زين حتى تعيلها هي براتبها، انتكل تماما على راتبها، اعتماد صار كلي على الراتب، وبدأت تصير المشاكل. طيب ليش أنت ما تصرف بس أنا أصرف؟
تعال ياخذي لي سلفه، طيب ليش انا اخذ لك سلفه؟ هي اقترحت المشروع، مو هو اللي المشروع اللي هو في باله. ليش؟ لان هي سيده الموقف، هي صاحبه المال. زين من يريد منها 50 مليون تاخذ سلفه، اكيد هي راح يكون بيدها الامر والنهي، وهذا الرجل يرفضه، وخصوصا الرجل العربي والعراقي بالذات. الرجل العراقي صاحب كرامه. زين بعدين لا تنسين هو اساسا مطلق، همينا متزوج، وسبب الطلاق كانت المشكله الماديه. من جاها وتقدم عليها عرفت انه مطلق بسبب الماده، الحاله الماديه وما عدم توفيره للزوجه الاولى. ليش وافقت هي؟ هنا أنا الغلط مالها، وافقت لان عمرها بدا للعنوسه، بدت التنازل، وهو هذا الغلط. يعني مفروض انه من وصلت هاي المرحله من العمر تفكر بدقه اكثر. من حست انه اول ما سالها على الماده، أنا زين الحمد لله والشكر جيت تقدمت لك مرتاح لأن أنت تقدرين تكفين نفسك، عندك فلوس، ما راح تجيني مثل زوجتي طلقتها أريد كذا 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 وأنا ما عندي أوفر لها إياه، وسبب الطلاق اللي صار بيني وبينها. هي هنا أنا حطت علامة استفهام ولكن ما بحثت بيها، وتناقشت هي وأختها بس بدون حل. زين لا يلا بعدين عوداني احلها، يلا بعدين عوداني ارتب الامور، مشت الامور. يا ريت اعرف بدايه المشاكل اللي صارت وياك ويا زوجك، يعني شنو السبب الرئيسي؟ هو السبب فقط مادي، ماكو اي مشاكل ثانيه؟ هذا الوضع استمر واني ما احكي، بس ظليت اتعارك وياه، اقول له يعني ما يصير احنا كله انت تصرف وتشتري أشياء مو ضرورية وتصرف على نفسك، وأني يا دوب وهو راتبي يعني مو راتبك. قال لي ها يعني تتفرقين؟ قلت له لا، أنا قريت وأني واعية وأعرف إحنا عندنا بالشرع الراتب إذا مو برضايا أني حرام عليك تاخذه. فهو ما صدق بهذا الموضوع، هو بالأمور الدينية ما كان كلش ملتزم، وأنا أقول حرام عليه، بعدين أقول لا خلي أستغفر وأقول لا خلي أرضى عليه وخلي يأخذه، لحد ما صار الموضوع اللي صارت المشكلة الرئيسية على اللي سوت لي يعني موضوع الطلاق. يعني الوضع صار زين وصار نقدر نطلع وهيك شيء، فرجع الدوام ورجع يعني نصف حضوري مو كلش. المهم هاي الفترة هو قال لي شوفي شنو فتحون سلف، هسه شو وقتي فتحون السلف؟ سألت أني عرفت إنه شو وقتي فتحون السلف، قال لي أريد تسحبين لي 50 مليون. ليش تسوي بيها؟ قال أني بعد هذا الوضع اللي كنا بيه وأزمة كورونا يعني المحل ماتي بعد ها خلاص راح أسده وراح أسوي لي مشروع ثاني. قلت له إذا تيجي تسوي مشروع ثاني أنا كنت أشتغل ويا أختي نسوي كوشات وهاي، خلينا نسوي وإحنا نطلع يعني نسوي الكوشات ونروح ننصبها وهذه، وإذا تريد أشتري لك سيارة. بالنسبة اختيار الزواج مو أنا سردت بالحديث، قلت هو مشروع يحتاج إلى دراسة، كان يكون مثلا الاقتصادية. هو من ليش نخلي فترة الخطوبة احنا فترة شان للتعارف اكثر، للسؤال اكثر، للتعمق بالشخص. فمثل المشروع قلت لك احنا دائما ما نسوي دراسة في اي شيء، في الشراء في البيع ما نسوي دراسة او جدوى اقتصادية. زواج مشروع كبير، فانا من اختار مثلا انا ادري بوضعيته كاسب من الزواج توعاني مدرسة، فاتوقع يوم مثلا يصير معنا التجوال ومحله يسد 10 ايام، فالمن ممكن ما نعطيه فلوس؟ ليش أنا مو شركة حياته؟ العادي يسمون شركة، أتعاون معه أو أتفاهم معه. أنا وياك نوقف على الحلوة والمر. أنا عندي يعني أعرف هذا الموضوع يعني مو جديد عليه. رفض يعني رفض كلش قوي، يعني تصدمت به. يريد مشروع بباله، شنو المشروع ما يقول لي. المهم قلت له ليش يعني تضيعها؟ مو أنا عندي هاي الشغلة الثانية مهام. المهم ما قبل وتعارك وياي، وصارت كل يومين نتعارك على هذا الموضوع. أهله ما يدرون، بس يعرفوا يسمعون صوتنا بس ما يسألوننا ما يتدخلون.
فبعدين أنا رحت لأهلي، رحت لأهلي وكلش مختنقة، فأمي قالت لي أنتي من الزوجت اللي أساني حاسة أمرك مو طبيعي، سولفي لي احكي لي. فحكيت الأم كل شيء، من حكيت لها قالت ليش يعني ليش هيك ضميتي علينا، كان هسه ساعدناك، كان تدخليت، كان فهمتي بالوضع، ما يصير يعني ياخذ شيء بدون رضاك. قلت لها هسه عفوا ماما هذا كل شيء، انه هسه انا ما اريد اطيق السلفة ال50 مليون، ما اريد، انا ما اريد هيك شيء، ماكو بيها ضمان يعني، وموضوع ما يستاهل، وما يريد المشروع اللي أنا أريده شي بباله وما أعرف شنو. فأمه إجت وياي وحكت وي أمه، ما شو تعصبت وهوش قالت له، قالت لعوفة وزوجك تاج راسها وأني موجودة يعني لا احترام إلي ولا شيء. فصارت هاي المشكلة بيناتنا وظلت تزيد بيناتنا. هو يعني قال أنا جرجرك بالمحاكم وإلا ما خليش يعني تاخذين أي شيء ولا حقوقك، لأن أنا فكرت راسي قلت له طلقني وعوفني. قال لي هي هاي يعني أنه أنت على مود الفلوس، على مود 50 مليون تهدين بيتك؟ قلت له وين بيتي واتسويت لي يعني كلها صرف، أنا مثل ما كنت أصرف على الدهلي أصرف على نفسي نفس الشيء، ماكو فرق. فهو هالموضوع اللي صار بيناتنا. شوفي هواية ترى اكو هيك حالات، انا جارتي من الناس متزوجة وعندها اطفال 2 ورجلها يمكن بالحرس على ما اظن ما متأكدة، لان يجيب الشهر حسب النزول ماله عنده زوجة ثانية، يروح اكثر شيء مزوجته الثانية، ومن يجي مزوجته الاولى يبدي المشاكل والعياط والكتل، والله ليش انت تعال جيب مصرف للاطفال، ابنك محتاج كذا للمدرسة، فكله معتمد عليها، تروح تجيب من أهلها، هي ما عندها راتب، معتمد عليها أنت تكفين البيت، خلاص ما عندي أي مشكلة بيها. الاعتماد الكلي على المرأة ورواتب راتب المرأة، طبعا هاي احنا نعود الرجل على هذا الشيء، احنا من البداية من انطينا مجال وكل ما قال لها هاتش، ومن أخذ راتبها الحالة بدأ يأخذ 100 ألف بالبداية، كل ما ياخذ راتبه وروح هو يجيب راتبه، طيب ليش انت تجيب راتبي؟ انا اروح اجيبه. من عودته اول يوم اخذ راتبها، ومن ياخذ راتبها ياخذ منها 100، اليوم اخذ منها 100، الشهر الثاني اخذ منها 200، شهر الى الشهر قام ياخذ 500 حسب ما هي شرحت. زين ما هي انطته مجال، ليش انطته مجال من البدايه؟ راتبي الي وانت عيشتك الك. طيب انا ما اطلب من عندك شغلات انت ما تقدر تسويها. انا دا اكفي نفسي بنفسي وانت كفي البيت. وهو لعلمه هو اصلا مو بيت وحده، اصلا عايش ويا اهله، يعني اكله وشربه ويا اهله. زين هي الها غرفه ببيت. زين شنو المسؤوليه اللي راح تنبني عليها؟ ما عنده ذيك المسؤوليه الضخمه. وماكو داعي اني انطي كراس شهر 100 ألف حتى على مود يقص من الراتب ويعتمد علي ويقوم ياخذ راتبي ويعيش براسي. احنا نعود الرجال. انا من رحت لاهلي وانا تنازلت صراحه عن كل شيء، تنازلت لانه هو شو يعطيني؟ هو كل شيء ما عنده، هو يعني انا شو اتصرف عليه؟ فشنو راح يعطيني؟ فتنازلت عن كل حقوقي وما ردتها اصلا. بس انا من رحت من البيت اهلي اخذت الذهب مالتي، قد بس الغرفة وملابسي أخذتهم، فما عندي شيء. المؤخر 5 ملايين، قلت هاي إنه الوجه الله تعالى، أنا والله قلت يجي، قلت يعني ما أريد يعني لا يبقى بذمته ولا يعني خاف الناس تحكي أو شيء، أنا يعني قلت هاي الوجه الله تعالى. المهم فمشت الأمور عادي وصار الطلاق، رجعت للمدرسة. توقعين شنو اللي صار بالمدرسة؟ صارت علي نظرة إنه هاي مطلقة، عمري يعني صار يعني كبرت يعني دخلت ل40، وأني قبلها وكانت الفرصة قليلة يعني، تصورين راح أتزوج مرة ثانية، وكانوا بالبداية يبتعدون عني المعلمات، حسوني النكرة يعني شنو سويت يعني حتى يصير هيك شيء. وكلش نفسيتي تأذت وتعبت، بحيث انه انا اصلا ندمت انه تزوجت. رجعت اشتغل ويا اختي خطية وساعدتها بالتجهيزات المهر وهيك الشيء، هذا مشروعنا،
بس نفس الوقت أنا جاي كل شعاني من المدرسة، وإحنا تعرفين المدرسة متعودة عليها، وأني يم بيت أهلي، وحتى من تزوجت بقيت حتى شنو أمر على أهلي، ومتعودة على ناسها والمنطقة. بس بعد الطلاق يعني نور ما أدري شو قلتش، يعني شون اللي حسيت الكل نظرتهم إلي تغيرت، المنطقة والناس والزميلات، يعني عبالك انه انا ارتكبت جريمه، او انت، وكانوا دائما يحكون وياي يقولوا لي انت مو اول وحده تصرف على زوجها، ليش يعني ما بقيتي وسويتي ليش طفل طفلين وعلى قد طلعي بالاطفال؟ يعني شنو اطلع بالاطفال؟ انا اطلع بشيء هم مسؤوليه ثانيه، انا كنت اصرف على واحد اصرف على ثلاثه او اربع، فما اعرف شلون يفكرون. مو احنا شوفي احنا اساسا مجتمع عشائري، فهذا ما يتقبلوها، ولو هسه في الوقت الحاضر ترى المطلقه اذا تتزوج مره ثانيه عادي، يعني صارت مو فد مشكله. قبل كانت اذا تقول البنيه مطلقه عيب، اذا بالعشيره او بالعائله اكو بنيه مطلقه يستحون اهلها يقولون زين، وما يخلوها تطلع باب الحوش وعليها حجر، واذا حكت ويا احد للدكان ممنوع توصل، والله شنو هي مطلقه ومن المدرسه تبطل. كان هوايه اكو تشددات على البنيه المطلقه، قليل بالعوائل المحافظه فقط اي، ولكن هسه بدت العوائل تنفتح بدليل انه رجعت الى مدرستها ورجعت الى حياتها الاعتياديه، اذا ماكو ضرر. طيب مو احنا مجتمع قبائلي عشائري، احنا مجتمع يختلف، هذا مو بس بالعراق، انا شفته بكل الدول العربيه، المجتمع بكل قاطبه العرب نفس النظره، بس بدا التطور وبدا التقدم وبدات تختلف النظره عن المراه، مو مثل قبل. يعني هسه انا اعرف دكتورات على مستوى من التعليم ولحد الان بين دون زواج، وما مهتمات لا كلمه الانس ولا كلمه لحد الان ما متزوجه، بالعكس عايشه حياتها للتعليم، بدها تثقف نفسها ووصلت الى مراحل، ولو هذا غلط لان باكر من تكبر هم تريد لها طفل يونسها، تريد لها طفل يشيلها بكبرتها، بس عندها فكر هالشكل، ما قالوا لها انس ولا بيها فد مشكله. المجتمع دا يتطور بتطور احنا. احنا من سولفنا وحكينا بالموضوع قلت لي اني بالاخير عندي رساله لازم اوصلها، ومن خلالكم راح اعرف تفاصيل اكثر، ويا ريت توعون بناتنا. تفضلي بموضوعك. الحالي اني هسه موضوع صح يقولون، هو يقولوا لي 40 سنه ترى مو يعني بدا، هو يقولوا لي تشابه شنو يعني 40 سنه؟ انا لا حسيت انه فات هذا الموضوع علي وما جاي افكر به، ممكن زوج اختي يعني ابقى ساعد ابويا وامي، وظليت اهتم اكثر بهم، غيرت اثاث بيت اهلي وغيرت من نفسيتهم، قلت لماما خلينا نروح للحج وجاي اجمع اروح للحج. موضوع الزواج ابد مو ببالي هسه ولا افكر به، لانه هذا الشيء انتهى بالنسبه لي، وكانت تجربه اني خطأت بانه رحت بهاي التجربه، لانه وخاصه احنا المعلمات، لانه ماكو بعد فرصه ثانيه راح تجي، واني هذا مجتمع مغلق. هاي تجرح حتى مشاعر البنيه، يعني مجرد انه ما تسمع وراها ينقال عليها انس او فاتح القطار راح تجرح مشاعرها. لازم نكون نلقى لها علاج. وتدرين تاخر زواج البنيه بهذا الظروف هي اولا السبب المعيشيه، يعني الشاب هسه من يريد يقبل على الزواج اول ما راح تحط له شروط، تريد جهاز وتريد بيت او وحدها، وتريد اثاث وتريد سياره، وتريد كم كيلو ذهب، وتريد حق من ال 20 مليون وانت صاعده. اذا هو بده يتكون جديد، مكون نفسه جديد بعده مبتدا بحياته، زين منين يجيب هذا كليته؟ منين يوفر لها اياه؟ بس اذا بنيه بسيطه وطلبت الشغلات البسيطه، واني تدرين اكو حاله مره بنيه جتني، لا العفو مو بنيه، الشاب اجاني صديق ابني، فراد ذهب بالروسي حتى دا يقدم لها قدام اهلها حتى سكت اهلها. انا قلت لابني، قلت له ماما خاف عيب يعني دا يغشها ودا يخدعها هي ما تدري، قال لي لا والله ماما باتفاقيه وياه يجيب لها ذهب روسي وتعطي لي اياه بعلبه مال ذهب ويقدمه قدام اهلها حتى لا ينحرج قدام اهلها. شوف يعني اذا تنازلت البنيه بهالشكل ترى ما بي اي مشكله، بالعكس راح يعيشون سعيدين، بس اذا تحمل اكثر من طاقته اكيد راح ينهزم من الزواج. المجتمع العراقي بصوره عامه مو بس موضوع يحتاج الى توعيه وارشاد، توعيه وارشاد من خلال
البرامج التلفزيونيه، القنوات الفضائيه، جنابكم الاعلاميين اذا تنشرون انتم موضوع شوف جيد، واذا تنشرون من خلال هذه البرنامج راح تشوف الملايين راح تتوعى اذا كانوا ناس اختصاص يتكلمون. احنا ليش ما نزيل هذه العقليات نسميها او التقاليد القديمه، انه البنت اذا كانت عانس انه ننظر لها غير. ليش ننظر؟ احنا بالبدايه قلنا انا ايش قلت الف تحيه للنساء، ننظر الى المراه باحترام مهما تكون صفتها، مطلقه متزوجه، لو كانت هذه النظره باحترام وبادب تنزال. اذا كانت مطلقه، الطلاق هو مشرع شرعا يعني من قبل رب العالمين، واذا طلقت المراه احتمال طلقت وربت اولادها، وهي مطلقات ربوا ولدهم افضل من اللي يعني عندها زوج، فمو شرط. بس نظره المجتمع تزال من خلال اولا تشريع قوانين، يعني اعطيك مثلا قوانين، يصدر قانون كل من اهان مطلقه بقى النص ما اعطيه من عندي، كل من اهان مطلقه او نظر اليها او قلل من كرامتها يعاقب بالحبس 7 سنوات. هذا يقوم يشوف المطلقه يخاف، قانون يردع. مثلا بالطلاق تصير قوانين وتشريع تعديل على قانون الاحوال الشخصيه، يمنع تنازل المراه عن حق المهر المؤجل، يمنع منعا الا في حالات خاصه ما اريد نذكرها، يلا تتنازل، يتم التنازل من قبل القاضي، ممنوع تقول لابن يا تنازل حتى نصعب الطلاق على الولد. هاي احد الوسائل، وسائل الضغط. ايضا المجتمع من خلال منظمات المجتمع المدني، انا ناشدهم من خلال المؤسسات الاعلاميه، من خلالكم القنوات الفضائيه، ده يصير برنامج ارشاد وتوعيه، توعيه قانونيه، توعيه صحيه، توعيه، وانتم قايمين بهذا الدور ما مقصرين، بس انه نطالب المزيد من هذه من قبل ايضا المؤسسات، من قبل لقاءات، من قبل التواصل الاجتماعي، من قبل اي لقاء توعي تحسس بابا تحمل مسؤوليه حتى من تتزوج تقدر تنجب تقدر كذا، الزواج ترى يحتاج الى كذا الى كذا، فالتوعيه على كل مواطن عراقي. وشيء ثاني اني يعني اتحديت واتمنى كل اللي تسمعني تتحدى، ما نقلت من مدرستي وبقيت بمدرستي واثبتت لهم انه اللي هاي نظرتهم غلط، وانه انا هي نفسي اني ما تغيرت، ومهما يكون الاسباب الطلاق اني او هو حسب كل واحد شلون يفهمها، انه هذا الشيء صار ولازم يتقبلوه. يمكن بداية الموضوع كان كلش هجمة علي وكان صعب، لكن هسه لا، الوضع طبيعي ومعاملة الناس اللي هي كلش طبيعية، وأصلا نسوا الموضوع وتشوفين الكوارث اللي تصير بالطالبات عندنا سادس ابتدائي، وكوارث تصير وياهم وكبيهم يزوجوهم وكبيهم يعني. وأنا أريد أحكي مع الموضوع يعني من خلال البرنامج، يعني يجوني مخطوبات وهن عمرها يعني 12 سنة وكبيها 15، تعرفين رسبون أو هيجي، يعني تخيلي إنه طالبة السادس ابتدائي وهي تكون متزوجة يعني أو مخطوبة، صح نظرتها إن إحنا عوانس بالنسبة إلها، وهذا الشيء ضحكنا الصراحة لأن طفلة هي إيش تفتهم، بس خطر اصلا الزواج بهيك عمر خطر على هاي البنات، وممكن تؤدي الى وفاتها، لانه هذا العمر وهذا الجسم ما مهيئ لسرعة اطفال ولا انه نفسيا مهيئ. اريد تحكين ايضا بهذا الموضوع. لا هي ما مفروض تتطلق، لان هي رجعت عاشت نفس الحاله اللي كانت عايشه بها وهي بنيه بيت اهلها. طيب هي كانت تستحي من كلمه عانس وضاجت من هاي الكلمه، هسه كلمه مطلقه ودا ينظروا لها بالمدرسة على أنه هي مطلقة وصارت حالتها النفسية تتعب بعد أكثر. زين أنا ليش مدرسة اختار الطلاق؟ خلي أنطيه مجال، أنطيه مهلة، أسوي له أوكي مشروع، بس ما أنطيه المبلغ اللي هو دا يريده حتى لا يحاول يستغلها. أنا أقدر أخذ لك مثلاً 25 مليون مو 50 مليون، روح سوي مشروعك، ومن مشروعك أنت زيد، أنت كون نفسك من هالمشروع هذا، باكر يصير عندنا أطفال محتاجين احنا الى مصدر معيشه راح تعتمد عليه يعني العمر كله. اي انسان مر بمشكله، مو فقط الطلاق، مشكله عامه يعني، مشكله حبس يا ستار، طلق، تمرض وطلع سوى عمليه، ما زال المشكله انتهت
من يبدي يفكر بيها ويظل ما دي تصير هاي الحالات اللي عنده نظرة المجتمع، هو تصير عنده مواد المجتمع أن ينسى الحالة القديمة ويبدي بحياة جديدة، يغير سلوكها. يعني مثلا هي كانت نقول تبقى بالبيت مطلع، كان يكون تروح للكازينو أو تطلع إلى حديقة عامة تسولف غير مواضيع، تحكي مثلا على الخياطة، على تحاول تنسى القضية القديمة، لازم تخليها تصبح من الماضي، لأن الإنسان ينظر للأمام مو للوراء، تكون نظرته للأمام مو للخلف، فما راح تتعب. الزواج قد الثاني تتوفق به، الزواج ما قلتش مثل المشروع، يعني هسه فتحتي مشروع ما سيارات تصليح ما مشي، بس من فتحتي أسواق مشي عندك، مو أنا قلت لك الزواج هو مشروع، مشروع قد تتزوج مع الرجل الثاني يطلع وفي، يطلع غير سلوك ذاك الرجل، اختياره. إذا زوجت مرة ثانية أنصحها تدقق بدراسة الزوج، تدقق خلفية الشخص راح تتزوجه ومدى تحمل المسؤولية، مدى اعتماده على نفسه، وأسلوب لازم يكون عنده ناجح ويزرع الثقة والاحترام بها، ينجح الزواج وما تطلق مسؤول عن كلام. والله يعني أنصحها تظل نفس وضعها ويم أهلها والداري أمها وأبوها أفضل لها، لأن راح تعيش نفس المشكلة وراح هم يكون ترجع تطلق، لأن هي حريصة على راتبها ومو من النوع اللي تنطي للرجال، لأن هي لو من هذا النوعية كان ما همت خلص، وليش دا أطلق؟ ماكو فرق راتبي أنا ويا شراكة، حتى لو اعتمد ترى هواية نسوان شايلات بيوت عائلتهم وأطفالهم من رواتبهم، ما يسألون عن رجال راتبه، هو يجيب أو يتقاسم هو وياها، أنت عليك الإيجار، أنا علي مصرف البيت، زين أنت عليك الطبيب، أنا علي مثلا مصرف الأولاد، هالشكل صار سلام، يأخذ الراتب يعرف يدفع إيجار، هو من دفع نص راتبه إيجار البيت، زين بعد منين راح يعيش؟ من راتبها راح هي تضطر إذا كانت معلمة أو موظفة راحت عيلة، وهذا مو عيب ولا مشكلة، المرأة والرجال هي شركة، بالشركة لازم أكون مساعدة، ساعديني وساعدك، إذا ما صارت مساعدة بكل شيء وبتنازل بشيء بسيط، مو بكل شيء تتنازل بشيء بسيط، زين ما تمشي المركب، صدقيني ما تمشي المركب وراح ترجع تطلق مرة ثانية. فأنصحها نصيحة اللي مثلها والأمثال إذا يفكرون بالمادة لا تتزوج نهائيا، تقعد يم أمها وأبوها والداري الأم والأب يمكن إلها أجر أكثر.